حبيبة يلا قومي المدرسة أول يوم. فرحانة؟ مبسوطة؟ طب يلا. ده اليونيفورم بتاع المدرسة بتاعي يا أصحابي، أنا هروح دلوقتي أصلح. أنا متحمسة أوي يا أصحابي إن أنا هروح المدرسة، عشان أنا سنة أولى وسنة تانية ما كنتش بروح عشان كورونا، والشنطة دي بقى معايا من سنة أولى كنت بحبها أوي. يا دوبك بس رحت سنة يومين في سنة أولى ويومين في سنة تانية، ما رحتش بقى في حتة غير كده، سايباها بقى مركونة لسنة تانية. ايه رأيكم؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتعالوا معايا عشان نروح المدرسة. معلش أول مرة. ماشي، أول مرة تروح المدرسة. سنة تالتة. صحابك مش هيصدقوا ان انتي في سنة تالتة، لا يا انتي صحابي. المفروض تكوني في رابعة عشان انتي مواليد 11، داخلة متأخر، داخلة على 7. ايه مالك؟ اتملت من اللانش بوكس. مالها الكيسه؟ مالها الكيسه؟ كنت هتضم لك في كيسه رحتي فيهم المدرسه. العصير مش داخل جنبها كمان، والله الشنطه زي قلتها حطيها بقى. بصي مش انا داخل. بقولت تطلعي كراسات ترميها وتاخدي اللانش بوكس بس في الشنطه. بصي رجعي، هاتي اللانش بوكس مكان الكتب، وهاتي اللي وهاتي الكراسات دي اللي قدام. لا ما انا حاطه هنا ايوه، هاتي المقلمة من قدام، حاطه فيها قلم. تهيألي الحاجة فيها بقى لها سنتين، صح؟ المقلمة دي الحاجة جواها بقى لها سنتين، من سنة أولى ما هنا في طلعتش. قلمين، ايه؟ في البرايه والجومه، هنا في قلمين بس. قلمين في البراية والجمعة مشوا وطلعوا من الشنطة ومشوا. الله اكبر. في لا لا يا لقينا بابا، مفاجأة، مولاي لقينا مفاجأة من سنة مولاي. أولى. يا ربي نفسي ما اقولكش اتأجلت المدارس بسبب كورونا تاني. لا لا ان شاء الله خلاص كورونا راحت، وان شاء الله مش هترجع تاني. هتروحي بقى يا رب يا وتنتزمي، سيدي. وهتروحي وتنتزمي بقى كل يوم بإذن الله. طب هو مكعبر، اهم حاجة ان هو ده بس. مش المهم ظبطت الشنطة، مش ايه ده؟ مهم مكان الكتب، المهم مكان ايه ده؟ اللانش بوكس. الشنطة بقت تقيلة، أنا حاسة إن أنا شايلة فيها ولسه ما 50 كيلو. استلمتيش كتب، ده انتي واخدة كام كراسة؟ شايف بعد كده هحطلك في كيسة سندوتشات ترتاحي طب فين وتريحي نفسك. الزمزمية؟ زمزمية المية؟ خد ايه عادي ده مش كمان، لما مشكلة. تحطي زمزمية المية كمان هتطلع اكتر. هاتي كيس الشيبسي، خدي هاتي كيس كمان الشيبسي. الشيبسي. تعالي بقى افطري معانا، احنا حضرنا افطار بيض وجبنه بدل شكرا الزبادي اللي انتي كلتيها دي. شكرا. تعالي كلي معانا لقمه بيض وجبنه. ثانك يو ثانك يو ماي ماذر. طب تاكلي السندوتشات اللي حطيتها لك. ماشي، بابا يفطر، نفطر انا وبابا ويوصلك. فرحانه طبعا، فرحانه انك هتروحي المدرسه. عارفين استنينا. هاي جايز، الكوتشي ده لسه جايباه جديد، ما كملش شهر مش راضي يدخل في ريبه.
هنجيب لك ماس اكبر من كده ايه؟ هنجيب لك مركب؟ يعني احنا جايبينه لك كبير عشان المدرسه وبرضه مش داخل يا بنتي؟ هنجيب لك مركب بعد كده. ده كام؟ ده 38 اهو. بصي ماسك على ده تلف اللجبان انتي بس عشان مش عارفه تلبسي ولابسه الشراب دلوقتي، رجلك هتاخد عليه. الصحبه مع بعض تلاقيش. نشوف. انا بقى ايه دي بقى؟ ما بحبش انا الكراتاش. ايه دي بقى؟ تبقى يا بنت تربطي في يونكه كده. بيصبرني اربطي في يونكه. ما بعرفش، انا ما بحبهاش. طب استني اجمل. لا هو عارفه. يلا عشان هنتاخر. 7:30. يا رب صبرني، استنى انا جايه لك. كده تمام. بعد مرور تعب طويل وصوت واصل للجيران يا شيخه. طب يلا اجري عشان ابوك هيمشي ويسيبك. لا استنى اهو. وصلت يا بابا بالسلامة ومدرسة حبيبة الجديدة اهي في المنطقة اللي نقلنا فيها. فين صور ابوه؟ حبيبة ابوه قلب ابوه. باي يا بابا، عالسلامة. وائل رحت قعدت استنيتها كتير. ايه استنيتها كتير على ما طلعت؟ بابا حبيبتي عملتي ايه؟ تشوزه تشوزه وحشتي قلبي. اشرب قهوه. عملتي ايه؟ ها قولي لي ايه اللي حصل بقى اول يوم؟ هي الميس قالت لنا احنا اهم حاجه عندنا تبقوا صادقين وامنين. قالت لنا مين بيعمل الصفات دي؟ وانا قلت لها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انت كنت شاطره وايه؟ كتبتك من الاوائل؟ طب حلو. قعدتي في التخته ورا ولا قدام؟ مسكتي طويله عملتي ايه؟ اخي انا كنت عارفه انت كنت واقفه في الطابور اطول واحده. الله اكبر عليكي. وده كده هيقعدوكي اخر اخر صف. معلش يا ابو بابا. ما هو تبع الطول مهما كان هيجيبوها في الركن كده. ممكن واحد ممكن شاطر. على جنب شاطر بيراجع ورا النيس ورا الاستاذ وبيساله وبيراجع لاصحابه. الشطار بيجوا قدام عمرهم ما يقعدوا ورا ابدا. بس هو لسه ما هي عشان لسه في الاول وانت عشان ظبطوها تلاقيها تبع الطول. وهي ما شاء الله عشان طويله وكانت واقفه الله اكبر كمان. اطول واحده في الفصل بتاعها. لا صاحبتي وصلنا اول ما تخلصي تجيبي. ايه رايك بقى في المدرسه بتاعتك الجديده؟ حلوة أحلى من القديمة صح؟ جميلة ونظام وترتيب. بابا طلعت الدور الرابع. طلعت الدور الرابع؟ الأخير يا بابا. ما هو الرابع العلوي. نصي يا عيني وانتي زنونة. وبعد ما خلصتي نزلتي ولا بابا طلع جابك من الفصل؟ لا بابا طلع. هما قالوا أولى أولى وتانية وتالتة؟ أولى وتانية وتالتة تطلعي تاخديه من فصل. ما أنا سمعت كده. رابعة بصي الساعة 7:15 يكون على الباب. 7 الباب بيتقفل ممنوع حد يخش. 7:15 11 يطلع. 4:05 بتطلع 10:30 بدري عشان الازدحام ومن الناحية التانية. طيب نفس الباب اللي خشينا منه خش 7:15 تطلع 11 بالدقيقة. طيب كويس، يعني نظامها جميل قوي المدرسه الحمد لله. ايه محترم واظبط لها يا سيدي يا سيدي. المهم ان بقى ايه، خلاص هنتابع بقى كل يوم. خلاص مفيش حاجه اسمها ايه اجازات. انا متحمسه. ايه اللي حصل؟ عارفه دلوقتي مش عايزه اروح الاسبوع ده. ليه؟ زحمه والعيال قرفوني. لا احنا عايزين نحبس ده اول يوم يفضل معاك لاخر السنه عشان احنا ان شاء الله ناويين باذن الله هتروحي كل يوم. ماشي باذن الله. تصبحي على خير. هتنامي. يلا يا عيني يا بابا يا عيني يا بابا. طب قولي لاصحابك بقى ايه؟ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركوش، يعملوا لايك واشتراك. حبيبه نامت. في حد عارفك هناك في المدرسه؟ نص المدرسه عارفاه. يا سلام انت بقيتي مشهوره ومعروفه. ما تنسوش يا اصحابي حبيبتي لايك واشتراك في القناه يا حبايبي. سلام سلام. اغمن عليه.